قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم أمين. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد ومع برنامجكم الميسر في التلاوة. بإذن الله تعالى كما تعودنا سنقرأ على مسامعكم ما تيسر من سورة الفرقان، الآيات من 53 إلى 60 من السورة المباركة. هيا بنا أحباب الكرام نفتح كتاب الله عز وجل ونستمع وننصت إلى التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. في هذه الآيات المباركات يقول الله عز وجل: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، يعني هذا اختلاط النهر بالبحر، وأطلق عليهما البحرين هذا عذب فرات. فنحن عندنا نطلق على الماء العذب اللي هو مثل نهر النيل ونهر دجلة والفرات وبعض الأنهار الموجودة على الكرة الأرضية، إذا اختلطت بالماء المالح هذا لا يؤثر على هذا وذاك لا يؤثر على ذاك. فهذا البحر، وقد ذهبت في بعض المناطق في مصر ووجدت نفس هذه الآيات المباركات موجودة في الواقع، النيل والبحر يختلطان
وهذا لا يؤثر على هذا، يصب نهر النيل في البحر المتوسط مثلا، فنشرب من هذا ماء عذب ونشرب من ذاك ماء مالح، سبحان الله. وجعل بينهما برزخا. السر لله الذي لا هذا لا يختلط بهذا ولا هذا لا يختلط بهذا. وموج البحر هائج عالي مرتفع، وموج النيل هادي، والنيل اللي هو يسموه الماء العذب عادة ما في أمواج عالية، سبحان الله. هنا السفن ترتفع بارتفاعات تزيد على الأمتار، وهنا ليس هناك أمواج أبدا، قد رأيت هذا بعيني، سبحان الله عز وجل. يعني وهذه من معجزات، يعني المعجزات الخارقة التي أودعها الله عز وجل، وهي خارقة للعادة. ويوم القيامة تنزع هذه الأشياء ويختلط الأنهار بالبحار، وأيضا البحار أيضا تشتعل نارا، وإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت. وهذه من علامات الساعة الكبرى، نسأل الله عز وجل ألا يبقينا لوقتها، لأنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. هذا يعني ما أردت أن أنبه عليه في هذه الآيات، وبعض الأحكام التجويدية على عجالة. خواتم الآيات تمد حركتين كما بينت في قراءتي، محجورا، قديرا، ظهيرا، لأن هناك بعض الإخوة إذا خصوصا كانوا في الصلاة إذا أراد أن يركع فيطيل هذا، وهذا خطأ، هذا خطأ شائع عند بعض الأئمة في الصلوات، وهذا الحكم مثل نظيره، هذا الحكم مثل نظيره. فلا داعي لزيادة المد عن حركتين، وهو مد عوض عن التنوين المحذوف، ويلحق بالمد الطبيعي يمد مقدار حركتين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الآن نستقبل المشاركات التي وصلتنا عبر زوم، ومعنا محمد صابر من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء يا بشرا. محمد انتبه الى ضم الهاء، وهو لا تقل وهو، هذه قراءة أخرى، وهو ضم الهاء كويس. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله رب نسبا وصهرا نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. هذا محمد، محمد وليد ولا محمد صابر؟ محمد صابر. طيب تفضل. نعم أكمل أكمل. وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. لا خبيرة بس، خبيرة بس يا ما في بصيرة، خبيرة.
الذي خلق يا محمد السماوات محمد، والأرض وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. كم عمرك يا محمد؟ وإذا قيل لهم كم عمرك؟ 7 سنوات. ما شاء الله، بس انتبه للراء، يعني يبدو ان انت لسه في التجويد، يبقى لك شويه. طبعا لصغر السن يا احبه ان يعني نتغاضى عن بعض الاحكام لصغر سنهم، يعني بعض الصغار ما اتقنوا التجويد، فاحنا نغض الطرف عن بعض الاحكام الا اذا كان هناك خطا فادح او يعني يغير المعنى، فيعني نتدخل. اما عكس هذا فلصغر السن يعني ما درس لسه، فنقراهم يعني سدد وقاربه. نعم تفضل. الذي خلق السماوات والأرض وما والأرض بينهما في والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا فزادهم نفورا. بارك الله فيك. ومعنا عبد الرحمن وليد من مصر، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ يا عبد الرحمن. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. محمد موجود يشارك يا عبد الرحمن؟ لا. طيب ماشي بارك الله فيكم. ومعنا علي نصير من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من السماء
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعل له نسبا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما والأرض بين الفتح الضاد والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. بارك الله فيك. ومعنا عمر نصير من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وكفى به بذنوب وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. بارك الله فيك. ومعنا فاطمة نصير من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا
وكان ربك قديرا. فاطمة، ننبهنا على المد العوض، المد العوض الموقوف عليه التنوين المنصوب، سواء رسمت له صورة أو لم ترسم. للرسم رسمت له صورة مثل جهادا كبيرة مثلا، قديرة، هذه كلها خواتم الآيات رسمت لها صورة، يعني في ألف وعليها فتحتين. أو لم ترسم، يعني سواء دعاء ونداءت لها الهمزة على السطر بدون ألف عليها فتحتين، نفس الحكم، يقلب التنوين مد طبيعي بمقدار حركتين عوض عن التنوين المحذوف. يعني في الوصل بيصير تنوين ما في مد، وفي الوقف بيكون مد ما في تنوين، لأن التنوين هذا يبدل. أما التنوين المرفوع اللي عليه ضمتين واللي تحتيه كسرتين المخفوض يحذف ويقف على يقف على الحرف إيه؟ بالسكون. مثلا من هنقول وحجرا محجورا، يعني ما زود عن حركتين. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. طيب اوصليها يا فاطمة، قفي على وسبح بحمده. نعم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. أحسنت يا فاطمة، بارك الله فيك. ومعنا عائشة نصير من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. النطق عائشة، النطق الصحيح وكفى من الكفاية. وكفى لحظة به. وكفى، منقول وكفى الوقف، وقف هذا من إيش؟ يعني إذا كان السقف موجود اللي عليه مثلا زي الشنكو وجاء المطر عليه،
يبقى بعض الماء على هذا السقف اللي هو يعني غير مصبوب مسلح، فهذا الوقف ينقط شوية شوية، يعني إذا تجمع الماء فوق هذا الشنكو مثلا فينزل ويخر شوية شوية، هذا يسموه الوقف. أما وكفى النطق الصحيح من الكفاية، فالمعنى يتغير، أداء الكلمة يغيرها من معنى إلى معنى آخر. فالوقف هذا هو خرير الماء الذي ينزل بعد انتهاء المطر من السقف، هذا يسموه الوقف. أما وكفى من الكفاية فالنطق الصحيح المراد للمعنى وكفى، الله أعلم. يلا أعد الآية، أعد الكلمة. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. نعم. وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أتسجدون أنسجد بالنون قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. بارك الله فيكم جميعا. ومعنا أحمد مصطفى من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حسبك. قل ما بارك الله فيك يا أحمد. ومعنا نور عصام من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج أكملي البحر. أكملي الآيات. كل ما أسألكم الآية 57. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلاص الوقف كويس يا الوقف كويس. الرحمن ابدا قولي الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. أحسنتي بارك الله فيك، ما شاء الله أدائك طيب وحتى الوقف والابتداء عندك جيد ما شاء الله. ومعنا مريم محمد من مصر.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم وما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حسبك، بارك الله فيك. ومعنى إيلا ضرار من الأردن، إيلا. طيب تشكلوها بقى يا جماعة عشان ننطق صح. إيلا ضرار من الأردن. يلا إيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا الآية 57. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. بارك الله فيك. ومعنا عبد الله محمد من العراق. تفضل يا عبد الله. معنا عبد الله يا شباب ولا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. حسبك، ويعبدون بارك الله فيك. من دون. ومعنا مقبل مهدي من السودان. تفضل يا شيخ مقبل. يا مقبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ الآية 55. ويعبدون من دون الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا. الآية التي قبلها. الآية التي قبلها. ويعبدون. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. حسبك، بارك الله فيك. طيب لكن الأداء يعني بطيء جدا، هذه قراءة تعليمية، نسأل الله يوفقك. أدائك ممتاز يا مقبل. ومعنا مودة محمود من مصر.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. بارك الله فيك. ومعنا محمد ثابت طاهر من غانا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. حسبك. وما بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الله، أداك رائع جدا، نسأل الله أن يوفقك. وننتقل الآن إلى الواتساب، ومعنا محمد منيب من باكستان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. أحسنت يا شيخ محمد. ومعنا محمد السيد عبد الشافي من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح
أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوي على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا. أحسنت يا شيخ محمد، ما شاء الله تبارك الله. كان يقرأ برواية خلف عن حمزة من طريق الشاطبية، لكن إذا وقفت يامرنا فيبدي الحمزة الألف عند الوقف، أنسجد لما يامرنا، اقرأ بالياء. نعم، بارك الله فيكم. معنا محمد الجزار من مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. حسبك، بارك الله فيك يا شيخ محمد. ومعنا معاذ نجاح عبد الواحد من مصر. من أجر إلا من شاء إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش انقطع الصوت يا شباب ولا؟ طيب. ومعنا تامر المكي من مصر. من الشيطان الرجيم وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك
أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. بارك الله فيك يا شيخ تامر. ومعنا معاذ الشنقيطي من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. بارك الله فيك يا شيخ معاذ أمتعتنا. ومعنا خالد الزيادي من السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده
وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ما شاء الله تبارك الله شيخ خالد، طيب الله أنفاسك على هذا الأداء الرائع. ومعنا مشاركة أحمد نصر الله من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. بارك الله فيك شيخ أحمد، طيب الله أنفاسك على هذا الأداء الرائع. ومعنا مشاركة وليد عمار من مصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. حسبك، بارك الله فيك شيخ وليد. بهذا أحباب الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمناه وما قرأناه وتلوناه في موازين أعمالنا يوم أن نلقاه بإذن الله تعالى. سوف نستأنف البرنامج يوم الخميس القادم الساعة الرابعة عصرا بتوقيت أم القرى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في ذلك في موازين أعمالنا. ونشكر جميع الأخوة الذين شاركونا ونعتذر ممن لم يسعفنا الوقت لعرض تلاوته. والحلقة القادمة إن شاء الله الخميس القادم
ستكون الآيات من 61 إلى 67 من سورة الفرقان. حتى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن، يا حامل